مهندس ابراهيم محلب رئيس الحكومه. مهندس ابراهيم اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ اهلا يا استاذ وائل. شايف اكيد حضرتك مبتهج اليوم على الاقل لما حدث من حشود شعبيه، وان كان في بعض الازمات هكلم حضرتك عنها، لكن الحصيله النهائيه المشهد اليوم ابهجك؟ مشهد رائع يا استاذ وائل، مشهد الحقيقه يعني الروح الوطنيه اللي كانت فعلا احنا بنفتقدها في كثير من الاحيان. لا، روح وطنيه، اصرار، بص في عيون الناس، امل لبكره. يعني الحقيقه مشهد اكثر من رائع، يؤكد ان هناك اصرار فعلا على بدايه جديده من اجل وطن جديد. طب النهارده ايضا حضرتك ذهبت الى وزاره الداخليه للاطمئنان على الاوضاع الامنيه، ماذا وجدت؟ والله وجدت الحقيقه ان من الناحيه الامنيه عايز اطمن كل مصري ان من ناحيه الامن الحقيقه المراجعه اللي رجعناها مع السيد وزير الداخليه محافظه محافظه ان فعلا لم يحدث ما يعكر صفو الامن اطلاقا اطلاقا يعني. وبعدين برضو رجعنا ان نفس الوضع بالنسبه لبكره ان شاء الله. فالامور من ناحيه الامن والامان مطمئنه الى اقصى درجه من الدرجات.